يعني حبيت هيك احكي اليوم عن الحب بهالطريقه هيدي، حبيت احكي عن هالكيس هيدي اللي هيك بتنقلنا الحنان والحب والعطف، ان كان من الاهل وان كان من مع ال دي اس اي. رح نحكي اليوم مع شانتال خوري. شانتال شهاده حيه ل داون سيندروم، الحاله الموجوده عندها، وشو الحملات اللي عم بتصير لهم مع ليبانيز داون سيندروم اسوسيشن. اهلا وسهلا فيك. الجمعيه اللبنانيه لتثلث الصبغيه. الصبغيه 21 طبعا. اول شيء هيك خبرينا عن تجربتك كأم. رالف عمره 8 سنين، عايشي معه انت وبيو، حالة حب، حالة وخيو كمان، ومع خيو طبعا خليلك أنطوني كمان. كيف بلشت معك القصة وكيف كملت؟ مشواري مع رالف بلش بصدمة، لأنه أنا عرفت بس ولدت أنه رالف عنده متلازمة داون أو داون سيندروم. هو أغلبية الحالات بيبينوا بالرابع وبالخامس، بس يعملوا إيكو مورفولوجيك، يعني يعملوا صورة. أغلبية الحالات بتبين بهيدا الوقت. بحالتي أنا ومثل بكتير حالات كمان أمات، عرفنا بس خلق رالف. كل الفحوصات خلال الحبل كانت ما بينت أبدا، كانت كلها مظبوطة وعلى القد، وكياسات كمزور ككل شيء. بس خلق رالف عرفنا أنه عنده تريزومي 21 أو متلازمة داون. طبعا بس يخلق الطفل هيك بتعرفوا من الشكل يعني، ومن دغري بيعملوا الفحص. مزبوط. استشفام يعني دغري اللي تلقيت الولد دغري حست انه في شيء. حكيت الحكيم. انت كيف تلقيت الخبر بوقتها؟ انصدمنا، كانت صدمة. يعني كانت صدمة، لانه مش صدمة انه مش صدمة علمية، لانه نحن انا بامن بالعلم، وانا جاي من باك جراوند ساينتيفيك وميديكال، انا بامن بالارقام وبالعلم. فانصدمت انه عمرك وقت حبلتي ولا ايه، والفحوصات كلها مضبوطه، ما في كابل عيني وما في كابل، والفحوصات كلها نظيفه، انه كيف هيدي هي الصدمه. اكيد صدمه كانت علي وعلى جوزي وعلى كل العائله. وبعدين بلش المشوار المليء بالتحديات والصعوبات، بس كمان المليء بالنعم وبالبركات وبالقصص الحلوه. هيدا الشيء اللي كيف عم تحكي عليه بابتسامه، يعني هيدي الصدمه تحولت بعدين لنعمه ولحب. مزبوط. ولابتسامه ولضحك. عم تقولي يعني هالقد ما بحب حدا يزعل منه رالف بالبيت، يعني خبرينا شوي عن هو تصرفاته بالبيت وكيف. وكمان عندهم طبعا نحن بنعرف الحالات ابس اند داونز بالعواطف، بالمشاعر، أكيد. بالمزاج. الاشخاص اللي عندها داون سيندروم هي يعني عندها كل المشاعر. يعني بتزعل، بتعصب، بتبكي، بتنبسط، عندها كل المشاعر، بس مميزين بالحب والفرح. انا كان عبالي يكون معنا رالف نتعرف عليه، يلا بركي نكست تايم. نكست تايم. فهن مميزين بالحب وبالفرح، هن كتلة حب. بس مثل كل الاولاد عندهم جميع انواع المشاعر، وعندنا جميع انواع الصعوبات معهم. التحديات الحالات تختلف يعني من حاله لحاله، كان صحيا او كان منتلي تختلف، وفي رينج كبيرة. يعني في عندك حالات خفيفة بتكون إذا بدك التريزومي منا 100% أتانت. في عندك حالات اسمها يعني منا ضمن الموزايك. الموزايك بيكون نص الكاريوتيب التام من التريزومي، يعني هون شوية أفتنا ميديكال صعبناها. بس عندنا حالات للحالات السيفير يلي هي عندهم مشاكل صحية، مشاكل قلب، غدة، وكتير قصص. عندك بتتراوح. مع رالف كيف الوضع؟ لا يعني مع رالف الحمد لله كانت الأمور هينة، يعني ما كان عندنا مشاكل صحية خطيرة. بس في أكيد صعوبات وتحديات من غير نوع. لنكمل حديثنا. في حملات كتير عم تقوموا فيها طبعا. اللي عنده الحالة بيقولوا الجمرة ما بتحرق إلا مطرحها، أو الإنسان ما بيحس بالحالة إلا ما يكون هو عايشة. هلأ يمكن اللي بيشوف عن بعيد بتكون نظرته مختلفة، واللي بيكون عايشة من جوا تصير نظرته فرحة، مثل ما أنت لابسة اليوم. يعني سميتيها أنت متلازمة الحب. مزبوط. ولابسة حب يعني. ليش طلعت بهالفكرة؟ ليش خبرينا؟ يعني أنا بحب دايما أحكي عن قصص البوزيتيف اللي عندهم حالة الداون سيندروم. بنشوف الفرحة على وجوه كل الأهل اللي عندهم هالحالة، دايما في شيء كومن يعني. مزبوط. ما حدا بيبعد أو بيأس أو بيشيل إيده من هيك حالة، لأنه كأنه وجوده وجود بركة وحب وابتسامة وعطف. خبرينا عن تجربتك. مزبوط. أنا لبست حب، لأنه هي متلازمة الحب فعليا.
عندهم بدي أقول لك شغلة يا جوزيف، في صعوبات، يعني نحن عنا صعوبات وعنا تحديات وبركة مختلفة، هي مختلفة عن الأولاد اللي ما عندهم حالة داون سندروم، وبركة صعبة، بركة بدها وقت أكتر. يعني مع الأولاد اللي عندهم حالة داون سندروم كل شيء بدك تعمله في وطوة، يعني الإفار في وطوة تيقدروا يستوعبوا، تيقدروا يعني في جهد، في تعب، في خطر على حياتهم إذا ما ضل الانتباه عليهم. هلأ لازم يضل في عين عليهم أكيد. هلأ خطر، في خطر إذا عندهم مشاكل صحية اللي بدهم متابعة، بدهم متابعة جدية عند اختصاصيين، بدهم علاجات. بس لا، أنا عم بحكي أثناء اللعب واللهو والكذا والله. بده واحد يضل مثل حيالة ولد، عينك عليه، يعني مثل حيالة ولد، مثل حيالة ولد. يعني أنت قاعدة بالبيت مهتمة فيه، ما بتشتغلي؟ بلا، أنا عم بشتغل، أنا عندي حدا بيساعدني بالبيت، بس أنا بعتبر أنه مثل حياة لولد بركة اهتمام زايد نقطة، بس يكونوا صغار أكيد، بس 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 يكبروا يعني بتضل بدك تكون يعني حطتهم بانفايرمنت سيف. نعم. طيب أصل الأصحاب، المعارف، الأصدقاء يلي بيكونوا مع رالف، يعني مين أصحابه؟ في أصحاب عندهم داون سيندروم، عنده بيفهموا مع بعض، بيلعبوا مع بعض، ولا كمان ممكن يكون مع أشخاص ما عندهم داون سيندروم؟ نحن رالف عم بيروح على مدرسة مختصة. نعم. مدرسة مختصة، بس نحن أنا إذا بدي أقول لك نحن كعيلة وكالكوزنز تبع رالف، يعني العيلة المقربة، وحتى بس نروح على حيالة بلاي جراوند، رالف بيجذب العالم لإله. أيوة. يعني حتى القريب والغريب. يعني مش بس نحن كعائلة، تعرف نحن كعائلة يعني رالف خلص شدتنا مجروحة فيه، بس الغريب بيجذبه رالف. هو سوسيابل، يعني وين ما يروح سلامات وبونجور، وبصير بده يلعب مع العالم. سوسيابل مثل أمه بيو هيك. بيو كمان سوسيابل. فبدي أقول لك يا جوزيف، عندهم جاذبية، فرحة تجذب العالم لألون. صحيح. نحن عم بتقلي لأنه أنت عم بتقلي أنه أنت وجهك مضوي وعم تحكي فيها. أنت إذا يعني بتطلع فيها بالفعل، أنا رغم برجع بقول رغم الصعوبات والتحديات، أنا نحن كأهل عنا رسالة. العالم يلي مدنوا فيها عنده صورة سوداء، عنده صورة غامضة، عنده خوف، عنده خوف من هيدا الشيء. تصور من لقاء واحد مع شخص عنده داون سيندروم الإنسان ممكن يغير رأيه. مزبوط. من لقاء واحد مع الشخص اللي عنده داون سيندروم ومع الأهل. نعم. لأنه بيفرجوا الصورة، يعني هي ما حنقول هي منا لافي أوروس، بس هي في جانب ما مخبأ. الصعوبات المادية، هل الشخص اللي عنده هالحالة مكلف ماديا لعائلته أكثر من غيره؟ يعني كان مدرسة، كان متابعة أكيد. صحية أكيد أكيد. في تكلفة زايدة عم نحكي في، يعني غير المدارس المختصة أو في تكلفة العلم اكسترا. في عندك العلاجات. اللي عندهم كتير علاجات نطق وحركة، وفي حتى نفسية لقالوا له للأهل، لأن أوقات كتير بس الأم تعرف مثلا مثل حالتي أو حتى بالرابع وبالخامس. لازم يكون عندها دعم نفسي، وهيدي إحدى الحملات يلي نحن عاملينها. حكينا نحن حدك. حكينا نحن حدك أول ما تعرفي نحن بدنا نوقف حدك. هون التوعية للأم، للأم وللأب كمان. وللأب أكيد. وهيدي نقطة كتير مهمة. نحن عنا تنظاص نحكي بس عن الأم، لأنه هي بتكون فيها بالحبل، وهي يعني وقتها أكتر. بس دور البي كمان أساسي. يعني بالنهاية البي كمان عنده دور، ولازم نضوي أكتر على دور البي بعدين. اللي عنده داون سيندروم بحاجة للصورة الذكرية والصورة الأنثوية بحياته بالبيت. أكيد. مثل حال ولد. يعني بتأثر على حالته الإنسانية النفسية إذا كان فاقد أحد الطرفين. أكيد أكيد. يعني بده حنان الأم وعطفة، وكيف الأم شو بتعطي، وبده وجود البي وحنان البي، مثل حيال ولد. ذات الشيء. نعم. طيب الحملة حكينا نحن حدك، هالحملة أمتين أطلقتوها، وبأي طريقة ممكن تتواصل معكم الأم؟ وين على السوشيال ميديا، وشو رح تعملوا؟ يعني في صارت ولا رح بتصير؟ لا صارت ديجا. نحن أوريدي على السوشيال ميديا رجعنا سوبر أكتف، يعني رجعنا على الإنستغرام وعلى فيسبوك فيري أكتف، وحملتنا هي أكتر على السوشيال ميديا. عم نحط فاكت كاردز، ميديكال فاكت كاردز، أو حيالة معلومات عن الداون سيندروم عامة، يعني حيالة
حدا بيفوت بيقرا. هلا للحمله اطلقناها جمعه الماضي، هي الحمله تعاوننا مع شركه ادويه، عندها مندوبين بيزوروا حكمة النسائيه والتوليد بكل الاراضي اللبنانيه، فتعاوننا سوا عملنا بروشور اسمها حكينا نحن حدك، مع الكيو ار كود تبع انستغرام ومع رقم الجمعيه. نحن هدفنا انه هول الفلايرز موجودين عند كل الحكمه، بس تعرف الام عند الحكيم بالعياده انه عندها حاله داون سندروم على الايكو او بفحص الطبي، تحكينا نحن حدا، بدنا نكون حدا من اول لحظه تندعمها نفسيا وتنفرجيها الحقيقه. قدرتوا تغيروا نفسيات امهات واباء كانوا حاسين وعتلانين هم كثير وصلوا لغير؟ بعد ما حدا تواصل معنا لانه الحمله انطلقت من جمعه، ما وصلنا بعد ولا تليفون، بس نحن بنتامل هالشيء يصير. عندكم فكره على الستاتستكس بلبنان قديش الاحصاءات؟ ما عندنا بعد، ما قدرنا نجيب رقم واضح من وزاره الشؤون، بس عم تحكي من حالات النيو بورن للعمر هلا صاروا عم نوصل للستين وللسبعين. حلو، في عدد منه قليل. منه قليل. طيب وين بيوقف التطور العقلي او المنتلي؟ نحن بنعتقد طالما بنشتغل طالما بيعطوا ما بيوقف، ما بيوقف. كل ما تشتغل كل ما بيعطوا. عندهم مهارات يدويه اكثر من؟ لا، في يكون عندهم مهارات، كل المهارات. نعم، بنرجع عم نحكي لحسب قد ايه درجه قد ايه الليفل اوف داون سيندروم، مايلد مودريت سيفير، حسب. بس عندهم مهارات برا، في ناس بتعمل كونفرنسات هون بلبنان، عنا شباب وصبايا بيعملوا برزنتيشنز، عم يروحوا على الجامعات. وعندك ناس بتروح اكثر مهارات يدويه، بس في حالات حتى عندهم بيوصلوا لمثل الاشخاص اللي ما عندهم هالكيس. مزبوط، بيكونوا موزايك، يعني بيكونوا حالات كثير خفيفه، يعني من برا بس قصديك؟ من برا، وحتى من برا بيكون كمان خفيف، التريات بيكونوا، التريات خفيف، هول بيكونوا موزايك. نعم. رالف بأي مطار؟ رالف منه موزايك، بس خفيف. 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 اوكي. في حملة تانية، يعني اسم الله عليكم، في حملة تانية اليوم رح بتصير بعبي سيفردان، وهي عم تقوموا بهالحملات لأنه هيدا الشهر شهر أكتوبر هو شهر التوعية. مزبوط. للتعاطي والتعامل مع هالحالة. مزبوط. هي جزاف كانت بدها تصير اليوم، بس نحن من ورا امبارح الأوضاع استشرنا الأهل، لأنه كانوا أولادهم هن مشاركين بالحملة، فضلوا إنه تتأجل لسبت الجاي. ما كان الجو بركة بيسمح، يعني نسبة للأهل. حبيت السلوغان اللي هو كروموزوم زايد نعمة زايدة. منين حلوين هول عم تطلعوا فيهم؟ يعني انت بتعرف المثل الشهير، خلقة كاملة نعمة زايدة. أيوه. نحن حبينا ندمج الأمثال. يعني حتى الدمج نفوته بالأمثال. ونقول انه كروموزوم زايد بالفعل نعمة زايدة، ما انه سلوغان حبر على ورق. بالفعل نحن عم نعيشه كأهل، وبس بدنا نقول للعالم انه رغم الصعوبات في نعمة. شوفوها، يعني الله يخلي كل ولاد العالم، بس في كتير ولاد بتربيهم وبتوصل انت وياهم لمراحل متقدمه ممكن يتركوا اهلهم ويروحوا. يعني هذا الشخص على طول موجود مع اهله، عن جد نعمه زايده، يعني بتكون على طول حد الاهل وعلى طول هن حد وهو حد. انا هيدي بقولها. بقول لهم انه نحن بركه تعودنا او المجتمع بعود انه الاولاد لازم يطلعوا من البيت. هيدي حاله الدنيا، حاله الدنيا. بيصيروا الاهل هلا الاهل انه بيصيروا يحسوا حالهم لحاله انه يا ريت عندنا حدا. انا بشعب هالكوتي بوزيتيف. مزبوط. انه نحن ورال ضلنا رفقة وسوا. بالنسبة لكروموزوم دي نعمة زايدة، هي حملة لدمج الحالات هيدي بالحياة العملية أكثر وفرص العمل، ولا كيف؟ مزبوط. هي هيدي الحملة بلشناها نحن بسيفردان، وهي كانت الفكرة منا يلي رح نرجع نعملها سبت الجاي، إنه في شباب وصبايا رح يكونوا عم بيشتغلوا ضمن محل موجود بالأبسي، تيفرجوا قدراتهم إنه نحن كمان فينا نتوظف، نحن عنا حقوق، نحن عنا حقوق، وقادرين يقوموا بمهامهم على اكمل وجه ويوصلوا ويتقدموا بالمراكز. قادرين. اذا نحن اشتغلنا عليهم من هن وصغار. من هن وصغار طبعا بدنا نشتغل عليهم. صح. يعني للاسف في عالم يمكن مادياتها ما بتسمح لها، بس انه دائما في كمان اللي هو التعاطي الشخصي كمان ممكن ياثر ويطور هالحاله هيدي. في قانون لدمج هالاشخاص؟ عم نشتغل على هالقانون ولا ما في هيك قانون؟ هلا من بسنة 2000 أقر أول قانون بيحمي الأشخاص، أو إذا بدك عندهم بيعطيهم حقوق لكل الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة، مش بس اللي عندهم حالة داون سيندروم، قانون 220. هلا للأسف هيدا القانون من 2000 مضمونه لازم يتعدل، وما طلع فيه، يعني ما بيتطبق
القانون، ما في مراسم تطبيقية عم بيتطبق القانون. من يعني إذا بدنا نحكي على الصعيد يعني الامبلويمنت التوظيف، هيدا القانون هلأ حاليا صار بيجبر كل مؤسسة عندها 50 موظف وطلوع لازم يوظف 3% من الحالات اللي عندها احتياجات خاصة. بس عم يتطبق ما عم يتطبق؟ نحن رح نشتغل انه نطبق. سبت الجاي بقى بسيفردا اي ساعة؟ من 12 ل 8 بالليل. 12 بالليل كونوا كتار بين اهل وبين حالات وغير حالات لنقدر نساعد ونوقف حدا الحمله اللي هو كروموزوم زايد نعمه زايده. انا بدي اقول لك نيالك برالف ونياله فيكي وببيو طبعا كمان، يعني حلو الواحد يحصل على هيك اهل هالقد يكونوا مهتمين يعني. وخلي لك انطوني كمان ونشوفكم ان شاء الله بنجاحات عم تحققوها ضمن الدي اس اي. ميرسي جوزيف، ميرسي لنيو تي في. ثانك يو.